مساء الخير على جميع متابعيني على صفحتي باسكت ويتمو. إن شاء الله يا رب تكونوا بصحة جيدة. موضوع الحلقة اليوم أنا سبق وحكيت عنه بفيديو سابق، هو عبارة عن أسلوب لعب يدعى Open Post Offense، يعتمد على الفايف أوت. صراحة اليوم أنا بدي أحكي عن بعض المعلومات اللي لابد من الكوتش أو المدرب يكون على دراية تامة فيها. بعالم الباسكتبول في عنا العديد من الخطط وأساليب لعب سيستمز اللي فين الكوتش يلجأ لواحدة منها، لكن لابد الكوتش أول شيء يعرف خصائص الفريق اللي في عنده، يا خصائص الفريق الخصم، ظروف وطبيعة الماتش اللي بده يخوض فيها. السبب الأول هو عندما يكون الفريق متأخر بدنياً عن الفريق الخصم. في عنا هون حالات سلبية وعنا حالات إيجابية. الحالات السلبية إنه ممكن يصير عنا ميس ماتش مع دفاع الفريق الخصم، لكن بنفس الوقت الحالة الإيجابية إنه فينا نخلق ميس ماتش هجومي، يعني فينا نستغل بطء السنترز اللي عند الفريق الخصم بسبب انه في فارق بدني من حيث الطول ومن حيث البناء العضلي. السبب رقم 2 لما يكون عندي انا لاعبين بنيتهم البدنية جيدة، لكن هم بيفضلوا انهم يكونوا لاعبين على البرايميتر او على خط الثري بوينتس. مثلا من اللاعبين العرب اللي انا فيني بذكرهم كمثال اسماعيل احمد اللاعب المصري، وكذلك انور عبد الحي اللاعب السوري. لاعبين عندهم طول قامة، عندهم بنية عضلية جيدة، لكن مهارين أو بالأحرى تظهر مهارتهم لما يكون في عندهم مساحات لعب أوسع. السبب رقم 3 لما يكون الفريق عنده لاعبين شوترز جيدين، ولما يكون عندهم لاعبين يجيدوا البنتريشن. فبهالحالة رح يصير في عنا مساحات أوسع لحتى اللاعبين يسووا بنتريشن، وفي حال الهيلب أو التغطية من الدفاع ممكن يعملوا كيك أوت، فهون رح يكون الشوترز بمكان تسديد مثالي. والسبب الرابع أنه هذا الأسلوب هو سهل التعليم وسريع الفهم، فهو أسلوب مثالي ما بياخد، أو بالأحرى ما أنه كتير معقد، ما بياخد كتير تعب وجهد. وأما السبب الخامس فهو يمكن استعمال هذا الأسلوب لحتى نسوي تأخير برتم الماتش من خلال العملية الدائمة بالباس أند كات، وبالتالي عم نشغل الدفاع ومنخلق مساحات جيدة حتى نسوي penetration أو نسوي shooting. وأما السبب السادس وهو السبب الأخير سبب هام جدا جدا، هل الأسلوب هو أسلوب مناسب جدا للفئات العمرية؟ لما يتم تعليم الفئات العمرية بأسلوب صحيح عن طريق تعليمهم مبادئ الكات بأسلوب صحيح، مبادئ البيك أند رول، بيك أند باب، مبادئ الروتيشن، مبادئ الباك دور أو بالأحرى حالات الباك دور، أيمت اللاعب لازم يأخذ باك دور كات. فعمليا لما هالفريق رح يوصل على الفئات العليا، مدرب الفئات العليا رح يكون ممنون حكما من مدربي الفئات العمرية لسبب انهم عم يسهلوا عليه شغله. لهيك مرة تانية انا بقول انه لازم المدرب لما بده يختار خطة لعب او بده يختار سيستم لازم يكون يعرف شو هي الفائدة اللي راح يحصل عليها من خلال تطبيق هذا الأسلوب أو هذه الخطة.
وأنا هون حابب أدخل الفلسفة نوعا ما على الخط في قول سقراط بيقول عندما تزداد معرفة الإنسان تزداد عدم معرفته، وشبه الموضوع هون بالدائرة. داخل الدائرة هي معرفة الشخص والمعلومات اللي حصل عليها طيلة سنوات عمره، وشبه محيط الدائرة هي المعلومات اللي ما بيعرفها. فلما بدها تزيد معلوماته بدها تزيد هالدائرة، بده يزيد محيط الدائرة، فبالتالي راح تزداد الأمور التي نجهلها. لهيك سبق وانا حكيت بانه الباسكتبول هو علم صار لازم الكل يكون دائما متابع، دائما عم بيواكب شو في جديد، شو في تطورات، شو في عقلية حديثة، حتى يضل متابع وحتى يضل ناجح. وهلأ مثل ما لنا شايفين في عنا 5 out، رح منبلش هلأ بمبادئ الكات. في عنا 2 wings رح يعملوا rotation مع السنترز مثل ما رح نشوف. الوينجز رح بيعملوا كات على الباسكت، بعدين رح يطلعوا على الكورنر. الـ 5 والـ 4 رح يعملوا rotation، بعدين باس من البوينت جارد على لاعب الوينك اللي هو الفايف، راح يعمل كات على الباسكت ويطلع على الكورنر، وبنفس الوقت اللاعب رقم 2 واللاعب رقم 4 راح يعملوا روتيشن وراح بيغطوا. تمام. تاني حالة هلا بدنا نشوف الباس من الوينك للتوب كي. بهالحالة بده لاعب الوينك يعمل كات على الباسكت ويرجع يطلع على الكورنر. لاعب الكورنر اللي هو اللاعب رقم 3 راح يعمل معه روتيشن. وهون انا بدي احكي انه بهاللحظة ممكن لاعب الوينك يعمل باك دور لما يكون اللاعب المدافع سابقه، بالتالي من المهم جدا جدا انه يعرف اللاعب ايمت لازم ياخذ باك دور كات. وهلا عم نشوف بعض حالات السكرين. باس من البوينت جارد للوينج، طلع عمل سكرين للوينج رقم 2. الوينج رقم 2 راح ياخذ خطوتين لجوا، بعدين يسوي كات على الباسكت، ممكن ياخد باس من الوينج لحتى يسوي فينيش، او في حال مكان فاضي راح يطلع على الكورنر. اللاعب رقم 1 راح يرجع على التوب كي، والفور راح يعمل روتيشن معه. تاني حالة بدنا نشوفها هلا واللي هي الوينج راح يعمل سكرين للاعب رقم 5 اللي على الكورنر، ممكن ياخد باس من البوينت جارد، وفي حال مكان فاضي راح يرجع يعمل باب اوت على الكورنر، واللاعب رقم 3 راح يرجع على الوينج. وهون كمان حالة تانية ممكن ياخد فيها باك دور جات لما يكون اللاعب المدافع سابقه، أو ما يسمى overplayed. وهلأ أنا رح أعطي تمرينين ممكن يساعدونا على فهم هذا السيستم. أول واحد عندنا two coaches الأقرب إلى البيزلاين حامل باسكتبول، وتاني باسكتبول هي مع البوينت جارد اللي رح يعطي الكوتش اللي ما معه الكرة، ورح يعمل كات على الباسكت مثل ما رح نشوف هلأ، ياخذ باس من الكوتش ويسوي فينيش. بنفس اللحظه اللاعب الوينك راح يطلع على التوب كي ويحاول يعمل باك دور ياخذ كره من ثاني كوتش. وثاني تمرين هلا بدي احكي عنه انا، باس نفس الشيء من البوينت جارد للكوتش اللي ما معه باسكتبول، راح نشوف راح يعطي باس وراح يطلع يعمل سكرين للوينج. بدور الوينج راح
يعمل كات على الباسكت وياخذ الكرة من الكوتش الأقرب إلى البيز لاين اللي في معه الباسكت بول ويسوي فينيش. بعد اللاعب رقم واحد بعد السكرين رح يعمل رول ويسوي فلاش على الهاي بوست وياخذ الكرة ويسوي شوتينج. وهلا بدنا نشوف تو سيت بلايز بسيطين. الاول باس من البوينت جارد للوينج رح ينزل البوينت جارد يعمل كات على الباسكت وبعده يسوي سكرين للاعب الكورنر اللي رح يسوي كات على الباسكت ممكن ياخذ باس من الوينج. وفي حال ما كان فاضي رح يكمل على اللو بوست ورح ينزل للوينج يعمل سكرين تاني للبوينت جارد اللي رح يعمل فلاش على الهاي بوست وممكن يكون فاضي ياخد باس على الجامب شات. تاني ست بلاي باس من البوينت جارد للوينج مثل ما رح نشوف هلا. اللاعب رقم 2 واللاعب رقم 4 رح ينزلوا يسووا دبل سكرين للبوينت جارد اللي رح يسوي كات على الباسكت ويرجع يعمل الفلاش على الهاي بوست ياخد باس من الوينج. وهيك بنكون وصلنا اليوم لختام الحلقة. ان شاء الله تكون المعلومات اللي انا اعطيتها مفيدة. تفاعلكم معي، تعليقاتكم، استفساراتكم هي شغلة هامة كثير بالنسبة لي، فلا تبخلوا علي فيها. ودعمكم كثير كمان بهمني من خلال اللايك شير على صفحة الفيسبوك او على اليوتيوب تشانل من خلال سبسكرايب لايك. ومن هلأ لحتى اشوفكم بحلقة جديدة، ضلوا بألف خير. باي باي.